المملكه العربيه شرطه من الاول من الاول المسؤوليه لاي واحد كان حقها. شنو اللي ما قابلينش؟ شنو اللي ما قابلينش؟ ما قابلينش. اش غادي نقول؟ حكم ماشي منصف، حكم ماشي منصف وصافي. ماشي منصف حق الشريحه هذه، هذا ماشي حق هذه. ماشي سلام الناس تتعدى باش 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 ديال 100,000 ريال ديال اش؟ كل خير ديال اش 100,000 ريال؟ واش كنديوها للسوق كنضيعوها؟ يعطيوها لنا علاش يتفبروا علينا؟ والمنكرية 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 والتعويضات ديالنا ولا نقدوا على البراك ولا نوصلوا للأميرة غادي نوصلوا للرباط أقسم بالله وبعت محمد حتى نوصلوا للرباط ديال الأميرة إلا ما دخلناهاش ولينت الفلوس كتاب الله يتشايغوا شفاف ايوا ماني شن ماني الفلوس تقاعد انت يا شان مخزن انت يا شان مخزن داوي فاس النون انت يا شان مخزن داوي فاس النون انت يا غادي نوصلوا للرباط ان شاء الله ان شاء الله غادي نوصلوا للرباط ان شاء الله باذن الله وعاش الملك ما قلنا شي حاجه خارج على القانون يعني كيف ما كتشوفوا متابعي قناه شوف تيمو مباشره من مدينه الرشيديه النايضه صراخ ضحايا الوداديه السكنيه اللي تنصب عليهم بخمسه الملايين الملايير يعني بعد النطق بالحكم غنعاودوا نرفعوا دعوه من جديد وبغينا القضاء ينصفنا يعني كيف ما كتشوفوا متابعي قناه الشعب صراخ هو يعني كيف ما كانوا كينتظروا بانهم غادي يوصلوا مشاو لتركيا ودوزوا الكونجي ديالهم ونوسعوا خاطري انا اللي مولات الارض مشات حتى الله جات عند الله انا مريضه لا تمشي تموت في الدار هذا الدار انا ما غاديش نموت انا غادي ننتحر انا هاد الحكم انا ما عاجبنيش كنتسناو يعطيو 10 سنين ولا 20 سنه ويزيدوا لنا التعويضات حيدوا لنا فلوسنا انت مريضه اللي يهود اليهود ما يحكموش علينا هادشي الجزائر ما تحكمش علينا هادشي اللي ما كتبغيناش ودياولنا ظلمونا ماشي حكم هذا ماشي حكم ما غاديش نعرفو ما غاديش نشوفو الناس انا اصلا مريضه وغادي يسكت لي الخدم غادي يسكت لي الخدم من 8 الصباح وانا هنا من امام محكمه الاستئناف بمدينه الرشيديه متابعي قناه شوف تي في مباشره من مدينه الرشيديه نايضه صراخ ضحايا الوداديه السكنيه اللي تنصب عليهم بخمس ملايير يعني خمسه الملايير بعد النطق بالحكم واللي كيقول باننا غادي نعاودوا نرفعوا دعوه من جديد وبغينا القضاء انه ينصفنا يعني ما رضاوش متابعي قناه شوف تي في بالحكم اللي صدر من في حق المتهمين اللي كاينين داخل القاعه واللي كيقولوا بانهم بغوا الحكم القاسي بعد ما انهم كانوا تحكموا بالابتدائيه بخمس سنوات بعد انها في الاستئناف يعني رجعت ثلاث سنوات والقيمه عن التعويض اللي كانت 50,000 درهم رجعت 6,000 درهم واللي كيقولوا بانهم غادي يعاودوا ارفعوا الدعوه من جديد وعندنا الثقه في القضاء اللي غادي يشوف ايضا من حالنا ايضا غادي متابعي قناه شوف تي في غادي نخليكم مع احد ارتسامات السلام عليكم مساء النور للجميع بعد يوم شاق يوم تتبع الملف في المرحلة الاستئناف انتهى الحكم الى تخفيض العقوبة بالنسبة للمتابعين في هذه القضية هذه الثلاث والبراءة بالنسبة للسيدة اللي كانت معها موظفة بإحدى الإدارات وكذلك الخفض من التعويض بالنسبة للمطالب بالحق المدني من 50,000 درهم إلى 6,000 درهم بالنسبة للناس اللي كانوا حكمت عليهم المحكمة الابتدائية بخمس سنين خمس سنوات حبس النافذة خفضوا لهم عامين باش ترجع عندهم ثلاث سنين حبس النافذة لكل واحد منهم هذا الحكم هذا ما عندنا ما نقولوا فيه احنا لا يمكن ان يعلى فوق صوت القانون ولكن نتمنى ان شاء الله الرحمن الرحيم هاد الناس هادو تعوضهم السلطه تعوضهم في هاد 10 سنين اللي تسناو واللي تسناوها خاويه بالنسبه لهم 10 سنين هما تيحلموا كاين اللي مات ومازال تيحلم بالارض ديالو وتا شي واحد ما شد حتى شبر من هاد الارض هادي
نتمنى السلطة تفهم هذا الموضوع هذا ويعوضوهم إن شاء الله خير. وتعاودوا ترفعوا الدعوة من جديد؟ هذا تبقى المسألة هذه مع مشاورة قانونية، ولكن لابد غنديروا النقد في هذا الموضوع هذا، لأن بالنسبة للناس ما يمكنش أنك تسنى 10 سنين وبالتالي تطلب تعويض يعطوك 6000 درهم. 10 سنين كانوا الناس في 2012 2013 2014 كانت الأرض تدير 3 مليون، ومجاوهم فرص باش يشريو وما بغاوش يشريو، تيقول لك لا أنا راني منخرط في الوداد ديال الساكنين المتقاعدين وفلت الفرصة ديال 2012 2013 2014 وعايش على أمل أن غادي يشد الأرض، ولكن عايش على أمل ديال الكذوب ديال واحد تيدي لهم فلوسهم وتينهبها وتيدي بلوكيها في الكونت للمصالح ديالو الخاص. الأرض ديال 2012 2013 ما بقاتش دابا هي ديال داك الثمن. إذا هاد 6000 درهم اللي حكمت بالمحكمة بالنسبة للناس كاملين رجعتهم شوية، ما ماشي هي هذيك. وبالنسبة للناس يضيعوا حياتهم كاملة وما تيخلصوا، كاين الناس تيشدوا 800 درهم وتيعطيو 6000 ريال تشد لهم 500 درهم وعايشين على الأمل واحد النهار غادي نشدوا الأرض، واحد النهار نشدوا الأرض وفي الأخير ما كاين لا أرض لا والو. هذا هو النداء ديالي للسلطة، نتمنى إن شاء الله باش تشوف في هاد المنظور هذا وتعوض هاد الناس هذا، ولو التفاتة لهاد الناس هادو لهاد الفئة هاد الشيوخ وهاد الارامل التفاته ان تشوف لهم شي اراضي هنايا وهاد الشيء بثمن رمزي. ما تنقولش شي واحد عطينا فابور بثمن رمزي اللي ممكن يرد البسمه على هاد الناس هاد. والسلام عليكم ورحمه الله. الشكر الجزيل لكل متابعي قناة شوف تي في ومن أمام المحكمة ديال الاستئناف يعني بمدينة الرشيدية. صراخ وعويل متابعي قناة شوف تي في بعد ما تم النطق بالحكم يعني وتخفيض يعني الحكم الابتدائي اللي كان بخمس سنوات رجع لثلاث سنوات، والحكم أيضا بالتعويض اللي كان بخمسين ألف درهم رجع لست ألف درهم. صراخ ضحايا الودادية السكنية اللي تنصب عليهم بخمس ملايير بعد النطق بالحكم، واللي كيقولوا بأنهم غادي يشوفوا غادي يعاونوا نرفعوا دعوة من جديد، لأن يعني الحكم كيشوفوه بأنه ما راضينش به، لكن الحمد لله أنه مغرب المؤسسات ومغرب القانون. لا حول ولا قوة إلا بالله متابعي قناة الشعب. لا غادي يرجع جوج كاين غادي يرجع هذوك راه غادي يشوفوا يدير المكتب وغادي يشوفوا كيفاش ومن امام محكمه الاستئناف متابعي قناه شوف تي في نذكركم بالعنوان مباشره من مدينه الرشيدية. في الحقيقه نيضه ونيضه ديال بصح صرخه الضحايا الوداديه السكنيه اللي تنصب عليهم بخمس ملايير بعد النطق بالحكم، واللي كيقولوا بانهم غادي نعاودوا نرفعوا دعوه من جديد وبغينا القضاء انه ينصفنا. يعني في اطار متابعي قناة شوف تي في النقاش اللي غادي يتم يعني بين الاجراءات الجديده اللي غادي يديروا، واللي كيقولوا بانها غادي نعاودوا نرفعوا دعوه من جديد وبغينا القضاء انه ينصفنا. الحمد لله عندنا قضاء اللي هو منصف ومغرب المؤسسات ومغرب القضاء، وكذلك متابعي قناة شوف تي في واللي كيسمع الظالم ويسمع المظلوم وايضا يخرج بقرار اللي هو كيشوفوا معقول. وفي هذه الاثناء يعني من امام المحكمه ديال الاستئناف ومع الساعه 10 تقريبا ونصف ليلا اللي كانوا ضحايا الوداديه السكنيه كينتظروا انه يكون حكم اكثر من الحكم ديال الابتدائيه اللي تم الحكم عليهم بخمس سنوات، مقابل انه في الاستئناف تم الحكم عليهم بثلاث سنوات وتعويض ديال 6000 درهم على حد قول احد ضحايا الوداديه السكنيه اللي تم عليهم النصب والاحتيال من فلوسهم.
عطونا شي كلمة، اش من كلمة اللي نعطيها؟ الكلمة اللي كنقول كنقولوا كلنا الله وقلتنا الأرض، قلتنا بجوعنا وبعطشنا، ودابا القانون ما معاناش مع اللي لاباس عليك. كاين القانون في المغرب؟ فينا هو القانون من الصباح في انتظار اش؟ في انتظار الحمد لله الاجراءات اللي غادي. عطونا رزقنا ما كانش عاولا ومش نصبوا عليكم، نصبوا علينا، عطونا رزقنا ما يديرناش هكا. حنا دابا حيت مساك رماونا بحال رماونا للكلاب، وما حيت عندهم المال هضروا فيه. الحمد لله كاين القضاء، كاين القضاء، خص يبان حنا ما عندناش جاب الثقه بهم صافي. الحمد لله يعني دابا والو. عطيه الكلمه للشريف. السلام عليكم. هذا القضاء ديال اليوم شي شويه سويه ما عجبتناش، ماشي هي هذيك الحكم اللي كاين في الاستئناف بعد اللهما. ولكن واحد الكلمه اللي بغيت نزيد انا، الله يجازيك بخير، حنا راه تهمشنا من كل جهه، حنا متقاعدين في الجيش، خدمنا داك الشيء اللي قسم الله، كنمشيو للبلاد ديالنا، كنطلبوا الاستفاده بالتوسيع السكن ديال الجامعه السلاليه، قهرتنا الجامعه السلاليه، جينا لهنا درنا الوداديه، نصب علينا هذا، دالينا فلوسنا. 12 عام هادي مشات بحال هذا، 12 عام وانت كتعطي في الاخر تحكم ب 6000 درهم، راه ماشي هي هذيك. واسع عليهم النظر الناس اللي كيحكموا، الله يجازيكم بخير وعاش الملك. تنتمنوا ان شاء الله ترفع الضرر اللي قدام، كنتمنوا ان شاء الله هذا الشيء يتعوض لنا بشي حاجه اخرى، يا اما نلقاو بقعه ارضيه، يا اما يتعوض الفلوس اللي هما مشاو شحال المده هذه. والسلام عليكم. الله عليك. كيف ما كتشوفوا متابعي قناه شوف تي في، يعني موسين اللي كيرتجف من خلال اش؟ من خلال هاد التصريحات ديالو اللي كيقول بانهم مشى 12 سنه وهما كيعطوا فلوسهم، لكن تم النصب عليهم والاحتيال. بغاو غير ارض، بغاو غير بقعه وارض للمنزل للحياه، لكن لا حول ولا قوه الا بالله. وغادي نخليكم ايضا تحياتي للشيف تي في، يعني حتى حنا من هاد الناس ديال الوداديه، محارب ابن المحارب هنا يعني امام محكمه الاستئناف، يعني قرار ديال القضاء كنحترمو، والقضاء حنا واثقين في القضاء، والحكم ملي جرينا في هاد الاطوار ديال عامين الغرض ديالنا هو العقوبه ويديو الناس فلوسهم. على خير غادي نعطيكم المعلومه الصحيحه، ان هاد الناس هادو راه تنالوا العقاب ديالهم، بقات مليار و700 اللي كنتمنوا انه يكملوا المتقاعدين الخطوه ديالهم، يسحبوا ذاك مليار و600 ويديو فلوس ديالهم. هذا هو الحلم، وحنا راضيين بالقضاء، لان هذا هو اللي كنتمنى يتعاقب ويبقاو الفلوس ديال الناس. انا المعلومه اللي وصلتني الى حد الساعه ان مازال مليار و700، والحلم ديالي يتجددوا، يديروا المكتب ديالهم ويسحبوا ذيك المليار ويعطيو الفلوس لهاد الناس الارامل ويعطيو لهم فلوسهم، وان شاء الله هذا كنتمناو. شكرا اللي شفت في دائما من اقليم الرشيد. شكرا لك. شكرا جزيلا للي سي حسين ازاوي، يعني الحقوقي والجمعوي والاعلامي ايضا بجهه زرعه فيلالت، وايضا من المحاربين المتقاعدين بمدينه الرشيديه، من امام المحكمه ديال الاستئناف متابعي قناه الشعب. يعني نايضه في الحقيقه صراخ ضحايا الوداديه السكنيه اللي تنصب عليهم بخمس ملايير بعد النطق بالحكم، واللي كيقولوا بانهم غادي نعاودوا نرفعوا دعوه من جديد وبغينا القضاء ينصفنا. بكاء اللي هو كان هيستيري متابعي قناه شوف تي في اللي بعض الضحايا ديال الوداديه السكنيه. وغادي نخليكم متابعي قناه الشعب الى بث اخر وموضوع اخر ان شاء الله. دمتم متالقين ولنا عوده في الموضوع ان شاء الله لتغطيه جميع احداث جهه زرعه فيلات، وامسيه سعيده للجميع.